السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ترى ايه حكاية القصر الرئاسي الذي تحول إلى متحف وكل الناس بتزوره؟ هو قصر ولا متحف؟ ايه الحكاية؟ هو قصر عابدين. يلا نعرف الحكاية من كتاب الدكتورة سهير حواس، كتاب القاهرة الخديوية. فنجد إن قصر عابدين بناه الخديوي إسماعيل. بناه الخديوي إسماعيل، الله. خديوي إسماعيل يبني قصر ويسميه عابدين، مين عابدين ده؟ طب ليه ما سموهوش إسماعيل باشا؟ ليه ما سموهوش باسم جده محمد علي أو والده إبراهيم باشا؟ هنقول لكم، وزي ما قالت الدكتورة سهير حواس في كتاب القاهرة الخديوية، بتقول لنا إن عابدين بك هو لواء سلطاني في عصر محمد علي باشا، وسكن القصر، وهذا القصر كان في المنطقة اللي موجود فيها حاليا قصر عابدين اللي بناه خديوي إسماعيل. فبعد وفاة عابدين بك اللواء السلطاني، نجد إن إسماعيل باشا ذهب إلى أرملة عابدين وأعطاها الأموال وقال لها أنا هبني قصر في هذه المنطقة، وهي طبعا ما منعتش وهدم القصر وبنى قصر كبير على الطراز الأوروبي، لأن إسماعيل باشا عايز يخلي مصر باريس للشرق، واستعان بالأجانب، مهندسين، عمال، استعان بالمهندس الأجنبي دي كوريل ديل روسو، وعدد من العمال الإيطاليين والفرنسيين والأتراك، وبرضه منسيش خبرة العمال المصريين، وبنى القصر في حوالي 10 سنوات. والقصر طبعا فيه مقتنيات نادرة وأشياء جميلة، عشان كده أصبح متحف. فموقع القاهرة، موقع القاهرة الإلكتروني كايرو جوفرمنت إي جي، بيقول لنا قصر عابدين فيه متحف للأسلحة والمدافع وأيضا المقتنيات الملكية. يلا نعرف تفاصيل أكتر. أولا، المتحف ده فيه قسم للأسلحة والمدافع. الأسلحة والمدافع دي منها قسم الأسلحة البيضاء وقسم الأسلحة النارية. الأسلحة البيضاء اللي هي سيوف، خناجر، أدوات صيد، دروع، تروس، خوذات، ولكن الأسلحة النارية مسدسات وبنادق. هتقولوا الله، ايه المتحف ده اللي فيه شوية مسدسات على شوية سكاكين على ايه ده؟ المهم السكاكين دي معمولة ازاي وايه فيها؟ فيها حكاية، حكايات، ومصروف عليها كتير. بيقول لك السلاح اللي هو مثلا السيف ولا الخنجر ولا الدرع، هتلاقي المقابض بتاعته من الذهب، فضة، مصروف فيها فلوس، أحجار كريمة طبيعية، ماس، ياقوت، زمرد، مرجان. برضو نجد إن هذه الأشياء يعني تعتبر ذات قيمة، فهي ترجع لعصور قديمة، مش عصر إسماعيل باشا، قبل إسماعيل باشا. يعني هنلاقي في حاجات مرتبطة بمحمد علي باشا، وبعد كده هنلاقي في حاجات مرتبطة برضو بالألمان، حاجات مرتبطة بنابليون، الحملة الفرنسية، كل ده هتلاقيه في قسم الأسلحة بيضاء أو أسلحة نارية. وفي جزء، طبعا نتكلم على الأسلحة، مدافع، في جزء خاص بالمدافع، والجزء الخاص بالمدافع ده، المدافع دي محطوطة في ساحة مكشوفة، وفي المدافع دي تتميز بالتنوع والطرز المختلفة، فهي ترجع إلى عصر محمد علي وخلفاء محمد علي. هناك مدافع الهون ومدافع الحصون ومدافع الميدان. في المتحف في قسم للأوسمة والنياشين، وفي قسم للمقتنيات الملكية، وهذا القسم للمقتنيات الملكية نجد فيه سيف مرصع بالأحجار الكريمة والزخارف الملونة، ويعرف بسيف التتويج، حيث كان يتم تتويج زعماء روسيا بهذا السيف،
وهو مصنوع، السيف ده مصنوع في ألمانيا، واشتراه الملك فاروق ابن فؤاد ملك مصر في أحد المزادات العالمية. وأيضا هناك طاقم قمر لحمل طلقات الرصاص مصنوع من الجلد المحلي المذهب. قمر اللي هو بنحط فيه الرصاصات بتاعت المسدس، القمر ده جلد وفيه ذهب، ودي كانت هدية من الملك عبد العزيز آل سعود إلى الملك فاروق. طول عمر في تعاون وعلاقة مودة وصداقة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية. في متحف الفضيات برضو، في متحف عابدين، وهذا المكان مخصص للحفاظ على مقتنيات الأسرة المالكة، أسرة محمد علي باشا. هذه المقتنيات ذهب وفضة وكريستال وبلور ملون، وهي عبارة عن أدوات وأواني تستخدم في تناول الأطعمة والمشروبات، بالإضافة إلى الهدايا القيمة التي كانت تأتي من الوفود الأجنبية والطبقات العليا للخديوي إسماعيل. دي كانت حكاية قصر عابدين، وعرفنا ليه سمي بقصر عابدين ولم يطلق عليه قصر إسماعيل، وعرفنا إن هو متحف وإيه أهم المقتنيات اللي موجودة في هذا المتحف. ونصيحة للجميع، لابد في أجازة منتصف العام، أجازة آخر العام، كل الناس تزور هذا القصر، قصر عابدين، وتستمتع. وهناك هتلاقي عدد كبير من المرشدين السياحيين اللي بيوضحوا للناس مقتنيات المتحف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.